ونقدر. وعشان نتكلم اكتر كده عايزين نتعرف يعني نتعرف اكتر عن يعني اللي حصل في البطوله ومن وجهه نظر وبعين الخبراء في كره اليد. معانا ومعاكم طبعا كابتن طارق محروس المدير الفني الحالي لفريق النور السعودي وطبعا لكره اليد والمدير الفني السابق لفريق كره اليد النادي الاهلي، واحد من نجوم كره اليد. كابتن طارق برحب بحضرتك. ابو خليل ازيك استاذ، صحتك وكل سنه وانتم طيبين، وحضرتك بالصحه والسلامه. بسلم عليك وبسلم على كل مشاهدينك الكرام يعني في البرنامج الجميل ملعب الابطال. بشكرك جدا يا كابتن طارق. و عايزين بقى نتكلم كده على اللي حققه منتخبنا منتخب مصر، وهي نتيجه جيده بكل المقاييس يعني ده بالنسبه لبعض الجمهور، وهي نتيجه سيئه بكل المقاييس للجمهور اخر. احنا عايزين نعرف راي المتخصصين. اتفضل يا كابتن. هو اولا طبعا المقدمه اللي انت قلتها كانت جميله جدا، ان سقف الطموحات بتاعتنا الشعب المصري عالي قوي مع فريق كره يد، عالي نتيجه النتائج اللي احنا عملناها، عالي نتيجه ان احنا كسبنا بطوله العالم للناشئين، خدنا اول، مظبوط، عالي ان احنا خدنا ثالث العالم للشباب، وبالتالي المشروع ده كان مشروع دوله، ان احنا بنكون فريق يقدر يفوز ببطولات عالميه. الفريق ده يعني مشروع اتعمل واتعمل على ايد مجموعه كبيره من الناس، منهم انا، كان بدا المشروع 2018 تمام، لتكوين فريق عشان يعمل بطوله عالم كويسه في مصر في 2011، والفريق ده يستمر في ايجابياته في شغله لغايه ما يوصل يحقق نتيجه. ده اللي خلى الشعب المصري بقى عنده طموح وعنده هدف نفسه يوصل له، ان احنا نحقق ميداليه زي ما احنا حققنا ميداليات في الشباب والناشئين. تمام. طيب وملحوظه بعين الخبير بقى هقول لحضرتك ملحوظه مهمه يمكن يغفل عنها كثيرا من الناس، بس ده الورق بيقول كده والواقع بيقول كده. فريق الدنمارك اللي وصل للنهائي بطوله العالم، الباك اليمين والباك الشمال، واحد بيلعب في منتخب، كان بيلعب في منتخب الدنمارك 2002 اللي احنا خدنا بطولة العالم بتاعه، تمام، والباك الاشول بيلعب في منتخب 98 اللي احنا خدنا ثالث الميداليه ثالث العالم. الفريقين في الدنمارك ما وصلوش المربع، فمعنى كده ان احنا كنا مجهزين لعيبه كويسه تقدر توصل للي احنا الهدف اللي احنا عايزين نوصل له. تمام. دي الحاجه اللي بعين الخبير او من واقع المدربين نقدر نتكلم فيها، ان احنا قدرنا نكون جيلين يقدروا لو انضموا على بعض بوجود خبرات لعيبه سابقه نقدر نحقق الهدف اللي احنا عايزين نوصل له وهو الميداليه. تمام. طيب في او يذكر يعني قالوا بعض اللاعبين بدون ذكر اسماء طبعا يعني مستواهم ما كانش احسن حاجه، وده امر طبيعي. كيف سيتم الدفع بعناصر جديده ان شاء الله داخل المنتخب القومي؟ ما هو للاسف برضك من ضمن الحاجات الملحوظه الموجوده على الفريق المره دي حاجات بسيطه، وبتكلم برضك بعين الخبير وليس الناقد، تمام، لان ما ينفعش ننقد منتخب مصر، لان ده المشروع اللي كلنا بنحلم بيه، واحنا عندنا امل ان هو في الاولمبياد الجايه يحقق ميداليه نفس الجيل، وكاس العالم يحقق نفس الجيل. احنا اقل فرقه دعمنا المنتخب المره دي، فرقه ما دخلناش الا مهاب، يعني كاس العالم هم نفس الافراد. احنا لو جينا بصينا لبقيه الفرق في هذه البطوله، خلي بال حضرتك في عرف كده جرى في كره اليد او في الالعاب الجماعيه خاصه، عرف وليس قانون، تمام، ان الفرق بتجدد في قبل بطوله العالم اللي قبل الاولمبياد، بيجددوا الفرق عشان يخشوا بطوله العالم، لان عروس الالعاب هي الاولمبياد، صح، مظبوط، دوله بتبقى عايز تاخد ميداليه، فهو بيجدد في كاس العالم اللي احنا شايفينه ده اللي هو قبل بطوله الاولمبياد، عشان لما يوصل الاولمبياد يبقى معاه فرقه قويه يقدر يحصل بيها على ميداليه. طب حلو. جينا بصينا لبطوله العالم ده، هنلاقي الفرق الكبيره اللي بتبص على الميداليات او ليها هدف في الميداليه في الاولمبياد او كاس العالم، اغلبها مجدد الفرق من 4 لـ5 أو 6 لعيبه صغيرين، لعيبه شبان، يقدروا ياخدوا القاطره يوصلوا بيها للاولمبياد، بحيث ان يبقى هدفهم
في الاولمبياد هي المدرسه. كويس قوي يا كابتن. دلوقتي بقى احنا جينا للاولمبياد، بما انك حضرتك طبعا يعني احد مدربين المنتخبات، وطبعا يعني حدث ولا حرج يا كابتن طارق، ازاي بقى نجهز صح للاولمبياد الجايه باريس 24؟ ازاي بدقه يا كابتن بعد اذنك يعني؟ ماشي، هي نمره واحد انا في نقطه هتكلم فيها. اتفضل. ودي نقطه مهمه، وارجو ان محدش يزعل من الكلام اللي انا هقوله. لا لا اتفضل. الست فرق الاولانيين مدربين بتوع متفرغين. تمام، حلوه النقطه دي، يعني من النقاط المهمه جدا واللي هنسيرها النهارده وهنتكلم عنها النهارده باستفاضه كمان يا كابتن. دي اهم نقطة، لان انا متفرغ، يعني انا حياتي كلها مع اللعيبة. مظبوط مظبوط. انا مش متفرغ يبقى انا بمرن نادي وحياتي مع لعيبة تانية. يمكن الاتحاد المصري في فترة من الفترات عمل الكلام ده، بس عملوا على الناشئين والشباب، بس المدربين موجودين معاهم وشايفينهم في المباريات وفي الدوري حاسين بيهم. انما مدربين متفرغين للفريق الاول لازم يبقى متفرغ فريق اول، لان الفريق الاول ده هو الواجهه، هو الترسايه اللي لازم كل الناس تبقى بتسعى ان توصل بيها لاحسن حاجه. تمام. نمره واحد لازم يبقى مدرب المنتخب متفرغ، ومهم جدا يبقى متفرغ، لانه بيبقى عايش ومقيم وحاسس بكل اللعيبه وتطورهم وادائهم وعدد ماتشاتهم والحمل البدني والاحمال والكلام ده كله، وحتى الحاله النفسيه كمان يجب ان يكون مطلع عليها فيس تو فيس، يعني وجه لوجه، مش عن طريق التقارير. متواصل معاهم، هو متواصل معاهم كمان. مظبوط. متواصل معاهم تليفونيا، متواصل معاهم في المباريات، وبيروح يتفرج عليهم ويتكلم معاهم بعد المباريات وقبل المباريات، وحاسس بكل لعيب حياته شغال بيها ايه، بيعمل بيها ايه، عايش وقته ازاي، امتى يعلي الحمل، امتى فقصه التفرغ دي شيء مهم جدا 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 بالنسبه للمنتخب. تمام. دي اول نقطه. طيب النقطه الثانيه مع حضرتك. اتفضل. اه اتفضل اتفضل. النقطه الثانيه ان احنا من كاس العالم 2002 ما غيرناش طريقه الدفاع بتاعتنا خالص، احنا بنلعب 6-0 ما بنغيرهاش، ما فيش ولا مباراه غيرناها الا في ماتش الدنمارك اما خلاص وصل الفرق لسبع وثمان تجوان غيرناها ولعبنا 3-2-1 دفاع مفتوح. تمام. وطبعا انت حضرتك انت عارف القصه كلها، كل ما غيرت في نمط لعبك اذا كان هجوميا ولا دفاعيا هيفرق معاك جدا في الماتشات، لان مش كل فرقه بتلعب بنفس الاسلوب، فلازم عندك شغل متنوع. احنا بنلعب بطريقه دفاعيه بقالنا 3 سنين ما اتغيرتش. تمام تمام. وطبعا ده بيبقى مخروق لبقيه الفرق في كل الماتشات. كويس. انا بس ده هياخدني لسؤالك يا كابتن، وبعد نرجع للملحوظه. اتفضل يا باشا. هياخدني لسؤال، هل مدرب اجنبي ام مدرب مصري لمنتخب في القادم؟ ولو مدرب اجنبي، هل تغيير المدرسه يعني هنفضل على المدرسه الاسبانيه، ولا ممكن يتم تغيير المدرسه اللي هنشتغل بيها، او مدرب يكون غير الجنسيه الاسبانيه؟ هقول لحضرتك رايي كواحد برضه خبير، ماليش دعوه بان المدرب اجنبي ولا لا. تمام. احنا بقى عندنا موضه في مصر كلها في جميع الالعاب، احنا نجيب واحد معاه جواز سفر اجنبي نتدرى فيه، عشان ما حدش يقول احنا جبنا احسن واحد. تمام. فاحنا لو جبنا مصري هنذبحه. فمن رايي وجهه نظري ان احنا نجيب اجنبي عشان هو اللي يقود الفتره اللي جايه، وخصوصا ان الاجنبي في الفتره اللي جايه بالنسبه للعيبه هيبقى مقتنعين بيه. انما انت لو دخلت في قصه مدرب مصري هتخش بقى في قيل وقال، وده تبع نادي كذا وده تبع نادي كذا، وده بيحب وده بيكره. انما عشان تخش في مرحله تقدر تعمل بيها انجازات، انا من وجهه نظري من غير تفكير هو المدرب الاجنبي هو احسن واحد للمنتخب المصري في الفتره القادمه. تمام تمام. الحاجه الثانيه، هل تغيير المدرسة مهم؟ طبعا تغيير المدرسة مهم. احنا قبل كده ما كناش بنلعب بالمدرسة الأسبانية، احنا جربنا المدرسة الأسبانية بقالنا 5 سنين، خلاص احنا خدنا كل حاجة منها. تمام. يعني مفيش حاجة هتضيف لنا المدرسة الأسبانية. تمام؟ تغيير المدرسة، احنا عندنا المدرسة الفرنسوية مدرسة كويسة جدا. تمام صح. المدرسة كلها بتحقق نتائج وكلها على المنصة، ناشئين، شباب، درجة أولى، حتى البنات بتاعتهم بيقفوا على المنصه اول ثاني ثالث، فليه ما نجربش المدرسه الفرنسويه؟
ودي مدرسه كبيره وعندها مدربين كويسين ومدربين كلهم محترمين، والشغل بتاعهم يناسبنا جدا جدا لان هو شغل متنوع دفاعي وهجومي. تمام. نجرب المدرسه الفرنسويه، وواحده من يعني من اقوى الدوريات في العالم، هو دوري نجوم فرنسا. ما بيطلعش يعني عنده من المنصه طبعا، ما بيطلعش من المنصه، شباب ناشئين درجه فريق اول، بنات سيدات كمان، هو ما بيطلعش من المنصه. فمعنى كده ان في فكر عندهم، احنا نجيب المدرسه دي ونشتغل عليها، وهي قريبه مننا، قريبه مننا اجسام، قريبه مننا مهاره، قريبه مننا في كل حاجه، شكلها قريب مننا، فاحنا نقدر ناخد المدرسه دي ونستوعبها بسرعه. ما مش هتبقى في مشكله في تغيير المدارس خالص. اللعيب المصري عنده من القدره والتكيف ان هو يتغير مع اي ظروف بيتحط فيها ويقدر ينتج فيها. مظبوط. كابتن طارق، عايز اسالك سؤال كده شخصي كمدرب. لو الفريق معاك متاخر بسبع ثمان تجوان، تمام، تعبيرات وشك في التايم اوت بتكون عامله ازاي وصوتك بيكون عامل ازاي؟ لا ما هو بص انا اسف، سؤال خبيث شويه. انت برضك هتخشنا في حته ما بحبش اتكلم فيها، لان لا لا والله بتكلم، لا انا بتكلم في العام يا كابتن، في العام. ما ينفعش برضك تحط جهاز اجنبي وما فيهوش ولا واحد مصري، يعني دم محروق على بلده. شكرا يا كابتن طارق. بلد ونشيد والكلام ده، يعني ما يعني انا اسف يعني. وصلت الرساله. انت جبت واحد اجنبي، والواحد الاجنبي ده مش حاسس بال 100 مليون مصري، ماشي اوكي وكويس ومستفيدين بينه، حلو قوي قوي، كل المعطيات انا معاك، بس على الاقل حط واحد مصري جنبه يبقى دمه محروق، يبقى يقول للعيبه شد حيلكم يا رجاله، عيب يا جماعه، ده بلد يا جماعه، ما ينفعش الناس كلها محتاجه تفرح. تتقال دي كلمه، تتقال، تتقال من مدرب، تتقال من مدرب قاعد على البنش مع المدرب الاجنبي ايا كان مين هو. ان ما ينفعش بنش ما فيهوش مدرب واحد مصري الا الكابتن حماده مدرب حراس المرمى، ولسه جاي المنتخب ما بقولوش 10 ايام، وتخصصه انه هيبقى مع الحراس بس، ملوش دعوه باللعيبه. فمش عايزين بس نتكلم في حته الناس لما بنتكلم بتزعل مننا فيها، لان انا لما بحط مدرب مصري انا بحط مدرب، حتى لو انا جايب مدرب عالمي، ما هو بيكتسب الخبرات دي، المدرب المصري اللي قاعد على البنش بيكتسب الخبرات دي وبينقلها للمدربين زمايله، او بينقلها لنفسه، او ما بنحطه في مكان تاني، الخبرات دي بيقدر هو يستفاد بيها. تمام. انا قعدت مساعد مدرب مع ثلاث مدربين اجانب في منتخب مصر، ثلاثه مش واحد، وده اللي بيتدي الانسان الخبرات اللي يقدر الراجل المدرب يقدر يكتسبها ويشتغل عليها. طبعا ده يعني حته الوطنيه دي لازم تبقى موجوده على البنج، لازم بتدي احساس اللعيبه، اللعيب برضك مهما كان لازم تحسسه ان في بلد وفي سمعه وفي نشيد وفي علم وفي حاجات كتير لازم يحس بيها اللعيب، مش هيحس بيها الا من مدرب وطني. يعني وجهه نظر تحترم يا كابتن طارق طبعا. وقريت حاجه كده على السوشيال ميديا كوميكس كده الشباب كاتبينه، يعني قال لك في ماتش الدنمارك والسويد والمانيا كنا محتاجين الكابتن حسام حسن مع المنتخب في الوقت ده، طبعا نظرا لحماس الكابتن حسام حسن طبعا في الكوره يعني. فكلام جميل، ونتمنى طبعا يعني الصوت يوصل، ده رايي طبعا كابتن طارق محروس. وكنا بنتكلم على مستوى اللاعبين يا كابتن اللي هم مش في مستواهم، كنا بنتكلم على مستوى اللاعبين اللي هم في البطوله دي حاسينهم شويه مش في المستوى المعتاد ليهم. ايه المطلوب يتعامل الفتره الجايه علشان اللعيبه دول لعيبه كبار، ولعيبه طبعا تلعب في انديه اوروبيه وفي دوري ابطال اوروبا كمان، المطلوب علشان يبدا نعمل لهم كامباك يعني؟ هو بغض النظر عن اللعيبه في مستواها او مش في مستواها، يعني انا نتكلم على حاجه ثانيه، هل اللعيبه دي قدرت تتجمع مع بعض الوقت الكافي اللي يساعدها ان هي تقدر تعمل مشروعات على مستوى عالي؟ تمام. شايف ان اللعيبه ما اتجمعتش كتير، ما اشتغلتش مع بعض كتير، كل اللي اتجمعته ان اللعيبه راحت للمدرب، او المدرب جه يومين قعد معاهم هنا وخدهم، بعد كده راح معاهم فرنسا لعب ثلاث ماتشات، وبعد كده دخلنا على كاس العالم. هل ده فتره اعداد تكفي ان فرقه طمعانه في بطوله توصل منها بميداليه؟ اعتقد صعبه جدا. انا شايف ان حتى الماتشين الوديين اللي لعبناهم مع قطر في مصر اللعيبه الدوليين ما كانوش موجودين معانا. فانا شايف ان فتره الاعداد بالنسبه للعيبه كانت قليله، ما اتجمعوش بالقدر الكافي. اللعيبه اللي طلعت احترفت بره مصر كانوا كتير، ثلاث اربع لعيبه، كان مطلوب ان هم يتجمعوا
ويشتغلوا مع بعض فتره اكتر من كده. كان مطلوب ان احنا نساعد اللعيبه اللي ما كانتش موجوده زي محسن رمضان اللي قابله بلاء حسن في البطوله ومهاب، ان هم يخشوا مع الفرقه اكتر من كده، هم اجتهدوا على قد ما قدروا. مطلوب من اللعيبه ان هم بكره يثبتوا ان هم على قد المسؤوليه وان هم لعيبه كبار. اللعيبه اللي موجوده في منتخب مصر ده يمكن انا قلتها قبل كده في كذا لقاء، تمام، اللعيبه دي كانت مطلوب منها في الكاس العالم ده، مطلوب منها تحقيق ميداليه، لان الجيل ده يستاهل تحقيق ميداليه. طبعا احنا عندنا اربعه لعيبه مواليد 88، يعني هو بيلعب كاس العالم ده وعنده 35 سنه، ممكن ما يقدروش يلحقوا كاس العالم اللي بعده لان هيبقى عنده 37 سنه. مظبوط. فكان مطلوب وهو في عز ما هو كويس، عز ما هو في قمته، انه يسعى لتحقيق ميداليه، وده اللي كنا بنطمع فيه. لان احنا عندنا برضك حضرتك، احنا عندنا العمر، الناس فاكره ان العمر صغير، لا احنا عمر من عندنا مش صغير، احنا عندنا 8 لعيبه فوق ال 30 سنه. مظبوط. يعني انت لو مسكت الثمان فرق كبار مش هتلاقي الاعمار بالسن ده. اتكلمنا عليها في الانترو والله يا كابتن، المتوسط الاعمار عندنا بدا يكبر فعلا. فانت كان ده، انت كده وصلت للطب، الطب الفني. تمام. فمعنى ان انت وصلت للطب الفني، مطلوب منك ان انت تحقق بيه نتيجه. كنا نامل ان المنتخب في هذه البطوله يحقق نتيجه. تمام. انه فعلا جيل يستاهل. اي دوله بيطلع لها عندها ثلاث اربع لعيبه يعملوا عليهم مشروع. احنا الحمد لله طلع عندنا جيلين ورا بعض كسبانين بطولات عالم، يعني ما بيخافوش من اللي قدامهم. يعني عندهم طموح البطوله، يعني هم قادرين يكتبوا اللعيبه اللي بتلعب. فكنا نامل ان هم يكسبوا ميداليه في البطوله دي، لكن طبعا الانسان بياخد من كل اللي بيحصل حواليه دروس، وباذن الله الفتره الجايه انا عندي يقين ان الاتحاد المصري هيقدر يعمل اجتماعاته زي ما بيعمل، ويقدر يشوف الغلط فين، ويقدر يوقف يرجع المنظومه لحاله الصواب اللي احنا متعودين عليها. وانا متوقع باذن الله الفتره الجايه هنقدر نكسب ميداليه بالجيلين اللي موجودين بيه مع الخبرات اللي موجوده. زي ما حضرتك قلت، عندنا يحيى خالد افضل كتير من احسن 7 لعيبه في العالم دلوقتي، يمكن أكيد. احسن باك رايت مع الخبرات، اللعيبه الصغيره مع يحيى الدرع مع علي زين مع المجموعه اللي هيشوف هتستمر مجموعه كويسه، مجموعه محترمه. اعتقد مزبوط. المجموعه دي تقدر تحقق ميداليه، لان هم عندهم الكثير، عندهم يقدروا يشتغلوا على نفسهم اكتر من كده. وباذن الله مصر ولاده، وباذن الله مصر على الفتره القادمه باذن الله تقدر تقف على المنصه ان شاء الله اولمبيا او دوليا باذن الله. ان شاء الله. بشكرك جدا كابتن طارق محروس، المدير الفني لنادي النور السعودي، وطبعا المدير الفني السابق للنادي الاهلي، واحد مدربي منتخبات الشباب. طبعا كابتن طارق يعني كلامه يعني حماسي ويدل على غيره على منتخبنا، لاننا فعلا منتخبنا ده يستحق.